السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في تمرين جديد من تمارين درس المعادلات والموجه لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. إذا السؤال الأول يقول حل المعادلة الآتية. إذا عندنا واحد المعادلة، دونك أول خطوة غادي ندير هي إزالة الأقواس. إذا المعادلة تكافئ ماذا؟ تكافئ 4 زائد 1 على 3 إكس. إذا هنا عندنا أقواس مسبوقة بعلامة ناقص، إذن إشارات الحدود غادي تبدل. إذن 1 على 2 غتولي ناقص 1 على 2، وزائد إكس غترجع ناقص إكس تساوي ناقص 1. هنا كذلك عندنا أقواس مسبوقة بعلامة ناقص، إذن الإشارة ديال الحدود اللي كاينة داخل الأقواس خصها تبدل. إذن ناقص 9 على 2 غترجع زائد 9 على 2، وزائد 2 على 3 إكس غترجع ناقص 2 على 3 إكس. إذن المعادلة تكافئ. الخطوة الموالية هي تجميع الأعداد المجهولة. الأعداد المجهولة هي اللي فيها المجهول إكس، والأعداد المعلومة هي اللي ما فيهاش المجهول إكس. إذن تجميع الأعداد المجهولة في الطرف الأول للمعادلة. إذن 1 على 3 إكس ناقص إكس، الأعداد المعلومة غادي نديوها للطرف الثاني. إذن كذلك عندنا ناقص 2 على 3 إكس غادي تولي زائد 2 على 3 إكس، الأعداد المعلومة غادي نديوها للطرف الثاني. إذن عندنا 4 غترجع ناقص 4، ناقص 1 على 2 غترجع زائد 1 على 2، ناقص 1 زائد 9 على 2. إذن كنجمعو أعداد بعضياتهم. إذا عندنا 1 على 3 إكس زائد 2 على 3 إكس هنا المقام موحد. إذا كنجمعو هاد الأعداد مع هاد العدد كيعطينا 3 على 3 إكس اللي هي إكس ناقص إكس تساوي، إذا عندنا ناقص 4 ناقص 1 هي ناقص 5، زائد عندنا 1 على 2 زائد 9 على 2 هي 10 على 2. إذا إكس ناقص إكس هي صفر، ناقص 5 زائد 10 على 2 هي 5. إذن صفر يساوي صفر. إذن من كنلقى صفر يساوي صفر، المعادلة شنو كنقول؟ جميع الأعداد الحقيقية حل لهذه المعادلة. إذن جميع الأعداد الحقيقية حل لهذه المعادلة. ككنا لقينا مثلا صفر يساوي عدد يخالف الصفر مثلا 5 أو شي حاجة من القبيل، في هذه الحالة كيكون المعادلة ليس لها حل. المعادلة الثانية بنفس الطريقة، ملي كيكون عندنا الأقواس دائما كنبدأ بالأقواس هما الأولى كنزولهم، وعاد ديك الساعات كنبسط الكتابة. إذن هنا عندنا النشر، إذا ناقص 5 مضروبة في 2 إكس هي ناقص 10 إكس، ناقص 5 في ناقص 1 دائما العدد بالإشارة ديالها، بالإشارة اللي كتسبقها. إذا أي عدد راه كيكون قدام واحد الإشارة إما موجبة أو سالبة. إذا ناقص 5 في ناقص 1، إذا ناقص في ناقص زائد هي 5، ناقص 3 في 2 هي ناقص 6، وناقص 3 في ناقص 3 إكس، إذا ناقص مع ناقص زائد 3 في 3 إكس هي 9 إكس، 2 في إكس هي 2 إكس، و 2 في 3 هي 6 تساوي 0. إذا كنجمعو الأعداد المجهولة، عندنا ناقص 10 إكس زائد 9 إكس هي إكس، زائد 2 إكس هي 3 إكس، ناقص 6 مع ناقص 6 بشات كتبقى لنا زائد 5 تساوي 0. إذا 3 إكس زائد 5 إكس كنديوها للطرف الثاني غترجع ناقص 5. إذا إكس مادام حنا عندنا جداء يعني كنقسم على الأعداد، إذا إكس تساوي ناقص 5 على 3، وبالتالي ناقص 5 على 3 هو حل هذه المعادلة.